بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إسلام حسين، والنهاردة المحاضرة الثامنة من سلسلة محاضرات بتاع شحن. ياريت الناس كلها قبل ما نتفرج على الفيديو تروح تعمل سبسكرايب للقناة، لايك وكومنت وشير للفيديو علشان يوصل لأكتر قدر أو عدد ممكن من المستفيدين. ويلا بينا نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تانية. عنوان محاضرتنا النهارده مالتي مودال ترانسبورتيشن، او النقل متعدد الوسائط. ايه هو النقل متعدد الوسائط، وايه خصائصه، وايه فوائده، وازاي نقدر نشتغله، وايه اهم الطرق لتنفيذ النقل متعدد الوسائط؟ ده اللي هنتكلم فيه في المحاضره بتاعتنا النهارده، ونبدا بتعريف النقل متعدد الوسائط. النقل متعدد الوسائط تعريفه هو نقل بضائع مع نائل او ايجنت، يعني كارير او ايجنت، وكيل شحن واحد، تحت بوليصة او مستند شحن واحد، خلال وسطين للنقل او اكتر، مرورا ببلدين او اكتر. يبقى نقل بضائع خلال بلدين او اكتر، من خلال وسطين للشحن او اكتر، تحت مستند واحد، مع نائل او وكيل شحن واحد. يبقى شروط النقل متعدد الوسائط خمس شروط. رقم واحد، نقل بضائع وليس افراد. رقم اتنين، الاوبريشن بتتم عن طريق نائل واحد او ايجنت واحد. رقم ثلاثة، العملية بتتم تحت بوليصة شحن واحدة أو مستند شحن واحد. رقم أربعة، بتمر البضاعة أو عملية النقل خلال وسطين للنقل أو أكتر. رقم خمسة، تمر البضاعة خلال بلدين أو أكتر. لو كل الشروط الأربعة الأولانيين اتحققوا ما عدا وجود بلدين أو مرور البضاعة في بلدين أو أكتر، بنسميه انتر مودال ترانسبورتيشن، ده نوع تاني. يبقى دي الشروط بتاعة النقل متعدد الوسائط. لازم في البداية نعرف ان اختراع الحاوية او فكرة الحاويات كانت دفعة كبيرة جدا لتطور عمليات النقل، مش بس البحري والبري والمالتي مودال كمان، لان اصبحت الحاويات المعيارية او الستاندرد بمقاساتها الثابتة في العالم خلت الاحتياج لاستخدام نفس الحاوية ما بين الأوسطة المختلفة حافز للناس ان هم يحاولوا يعملوا انتجريشن ما بين وسائط الشحن، ما بين النقل البري البحري الجوي السكك الحديدية، ويقدروا يستخدموا نفس الحاوية دي ويخلوها في نقل متكامل، تتنقل من على السفينة للشاحنة، تتنقل من الشاحنة للقطار، تتنقل من القطار لشاحنة، وهكذا. وفي بعض الأحيان كمان بتتشحن الحاوية داخل الطائرات، وبالتالي بقى في شبكات متكاملة، يعني محطات القطار أصبحت في المواني، بقى في قطارات للحاويات بتوصل لمحطات الحاويات، المركب تنزل الحاوية، الشاحنة تاخدها تحملها على القطار اللي بيكون ليه محطة داخل ميناء الحاويات، يتنقل القطار لمدينة تانية أو لبلد تانية. وزي ما احنا شايفين دلوقتي في أوروبا أصبح في خطوط السكك الحديدية مخترقة جميع الدول الأوروبية، بقى في سهولة في التنقل بالقطارات وبالشاحنات، وبالتالي أصبح في تكامل زي ما قلنا ما بين أوسطة الشحن. فدي خلقت فكرة المالتي مودال ترانسبورتيشن، أصبح نائل واحد أو شركة واحدة هي اللي بتقدر تهندل كل الحاجات دي تحت مستند واحد. إيه الفوائد اللي هتعود علينا من استخدام المالتي مودال ترانسبورتيشن؟ رقم واحد، تقليل مدة الشحن. في الأول كان الناس لازم تنقلها بالبر، وبعد كده تنقلها بالبحر، وبعد كده تنزل تنقلها بالبر، وبتتعامل مع أفراد أو شركات أو ناس كتير، فبالتالي
اصبح دلوقتي التعامل مره واحده، فدي اول فايده طبعا، التعامل مع شركه واحده. انت بدل ما تقعد توجع دماغك في التعامل مع شركات نقل بري، شركات نقل بحري، شركات نقل جوي، شركات نقل سكك حديديه، وتكلم ده وتكلم ده، وده يبعت لك فاتوره وده يبعت لك فاتوره، انت دلوقتي رقم واحد هتتعامل مع شركه واحده بس. فبالتالي انت هتوفر وقتك، وهتوفر كمان وقت الشحن، لان هي نفس الحاويه هتتحرك ما بين كل الاوسطه، وبالتالي الاجراءات كمان هتقل. يبقى رقم ثلاثة تقليل صداع الإجراءات الورقية. بدل ما كنت أنت بتضطر تخلص في الحدود الأولى، وبعد كده تخلص بحري، وبعد كده تخلص في ميناء التفريغ، وبعد كده لو الحاجة هتتنقل بري لبلد تانية ترجع تخلص ترانزيت أو تخلص على الحدود، لا، أنت دلوقتي كل الإجراءات دي بتتعمل مرة واحدة بس. إذا أنت بتوفر في المستندات، بتوفر في الإجراءات والروتين المستندي، كمان هتوفر في التكلفة، لأن الطبيعي أن أنت لما بتعمل الحاجة كلها مع شخص واحد وتحت مستند واحد التكلفة هتقل. العملية هتتم مرة واحدة، المناولة بتاعة الحاوية هي اللي هتتغير من مكان لمكان، ولكن عن طريق اختلاف عمليات الشحن، ولكنك انت مش هتعمل تناول للبضاعة، البضاعة بتتحمل في الحاوية مرة واحدة والحاوية هي اللي بتتنقل. يبقى انت كده هتوفر عمليات شحن وتفريغ اكتر من مرة في الاماكن المختلفة او النقط اللي هتمر عليها بضاعتك، تمام؟ وبالتالي طبعا انت لما بتتعامل مع مكان واحد المكسب لمكان واحد، انما انت لو هتتعامل مع النقل البري مع شركة، النقل الجوي مع شركة، النقل البحري مع شركة، السكك الحديدية مع شركة، اذا انت لو هتعمل مالتي مودال ترانسبورتيشن كل واحد هيحط عليك ربح وكل واحد هيكسب منك، والعمليه لما بتتعمل مره واحده غير لما بتتعمل على اقسام. يعني انت لو هتروح لمكان واحد هو اللي هيعمل لك الشقه مثلا، مقاول، هياخد منك السباكه والكهرباء والدهان والديكور وكل حاجه، غير لما تروح لسباك لوحده، كهربائي لوحده، نقاش لوحده، مهندس ديكور لوحده. فلما بتعمل حاجة مرة واحدة بتقدر تدفع رقم واحد، وبالتالي هتوفر أكتر. فايدة كمان إن قيمة البضاعة هتقل، لأن إحنا عارفين إن دايما قيمة البضاعة النهائية هي بتشمل ثمن البضاعة وكل المصروفات اللي بتتصرف عليها من وقت استلامها من السبلاير لحد ما توصل للإند يوزر أو للموزع أو للكاستمر بتاع السبلاير. إذن لما التكلفة هتقل ثمن المنتج النهائي هيقل برضه. ومن أهم فوائد النقل متعدد الوسائط هو الأمان أو السلامة للبضاعة، لأن أنت بنسبة كبيرة الحاوية أنت هتحمل بضاعتك مرة واحدة وهتقفلها بالسيل الملاحي بتاعك، هتوصل للفاينل ديستنيشن بنفس الحاوية بنفس السيل، إلا لو اتفتح في بعض الممرات الترانزيت او حسب شروط او قوانين الدولة اللي هتمر عليها الحاوية، ولكن بضاعتك زي ما انت حملتها زي ما هتوصلك، انما الاول كانت بيتعمل لها شحن وتفريغ في اكتر من نقطة. ايه هي اشكال النقل متعدد الوسائط؟ طبعا لو هناخد مثال هنقول احنا عندنا بضاعة في بلد حبيسة وعاوزين ننقل البضاعة من البلد الحبيسة لبلد حبيسة تانية، تمام؟ ولنفترض من أفغانستان لأوغندا مثلا. يبقى أنا علشان أنقل الحاجة من أفغانستان لأوغندا هنقلها عن طريق أكتر من وسط، وإلا مش عارف أوصلها. أولا هم في قارتين مختلفتين، إذا ما بينهم بحور أو محيطات، وبالتالي الحاجة علشان تعدي من القارة دي للقارة دي لازم تروح عن طريق البحر. طيب لا دي عندها ميناء بحري ولا دي عندها ميناء بحري، اذا البضاعة لو هتتحمل في حاوية فالحاوية هتتنقل بالبر من افغانستان ونفترض لايران، وهتتنقل من ايران بالبحر لكينيا، وبعد لما توصل لكينيا هتتنقل بالبر لأوغندا. إذن إحنا
مرينا باربع دول، نقلنا بضاعه، اتعملوا تحت دوكمنت واحده اللي هي مالتي مودال ترانسبورتيشن دوكمنت، اتعملت تحت اوبريشن من خط واحد او من كارير واحد، اتنقلت عن طريق وسطين للشحن او اكتر اللي هم البر والبحر. اذا حققنا شروط المالتي مودال ترانسبورتيشن. ايه الاشكال الثانيه من المالتي مودال ترانسبورتيشن؟ ولنفترض عندنا شحنه من ماليزيا، مصنع في ماليزيا، هتطلع من ميناء سنغافوره، هتروح على ميناء نيويورك، ومن نيويورك هتروح شيكاغو. طيب ايه اللي هيحصل؟ هنحمل الحاويه من ميناء جاف ولنفترض في ماليزيا، هتتحمل البضاعه من المصنع، هتروح بالبر لميناء في سنغافوره، هتتنقل بالبحر من ميناء سنغافوره لميناء نيويورك. طيب هتروح نيويورك، هتوصل شيكاغو ازاي؟ بتنزل الحاويه من على المركب لعربيه او تريلا تراك يعني للنقل البري لمحطه قطار البضائع، بتتحمل الحاويه على قطار الحاويات وتتنقل لشيكاغو. اذا احنا هنا عندنا بضاعه اتحملت بثلاث اوساط شحن، نقل بري، نقل سككي، نقل بحري، اتنقلت ما بين اربع دول وتحت مستند واحد مالتي مودال ترانسبورتيشن دوكمنت. طبعا في اشكال كتير قوي للمالتي مودال ترانسبورتيشن، يعني اير سي اير، لاند سي لاند، لاند سي ريلويز، وهكذا. احنا عندنا الاوساط اللي قلنا عليهم، البري، البحري، الجوي، السككي او يعني لاند ترانسبورتيشن، سي ترانسبورتيشن او سي فريت، اير فريت او اير ترانسبورتيشن، ريل ويز. طبعا النقل المتعدد الوسائط اصبح حاليا هو العمود الفقري لخطوط الانتاج والتوزيع والتخزين، لانه بقى بيسهل لك عمليه النقل عبر الحدود، سواء الحدود البحريه الجويه البريه، اصبح الموضوع سهل انك تنقل وتعمل خدمات من الباب للباب. طب مين اللي بيعمل العمليه دي؟ مين الاوبريتور ده؟ اسمه MTO، مالتي مودال ترانسبورتيشن اوبريتور. طب مين المالتي مودال ترانسبورتيشن اوبريتور ده؟ هل ليه نوع واحد؟ لا، ليه اكتر من نوع. اول نوع اسمه ال VOMTO، يعني فيسل اونر مالتي مودال ترانسبورتيشن اوبريتور، ودي الخطوط الملاحيه، الشيبنج لاينز. الشيبنج لاينز في الاول كانوا بيقدموا خدمات البحريه بس، دلوقتي علشان يخدموا مناطق اكتر والدول الحبيسه، اصبح ان هو بيديلك خدمات متكامله من الباب للباب. عشان كده لو نفتكر في المحاضره بتاعه بوليسه الشحن، قلنا ان في حاجه اسمها البورت اوف لودنج والبليس اوف ريسيت، والبورت اوف ديسشارج والبليس اوف ديليفري، لان هم بداوا يعملوا المالتي مودال ترانسبورتيشن. الناس دي عندها سفن وبداوا يعملوا خدمات متكامله بالبر وبخطوط السكك الحديديه. النوع الثاني ان هم ان في او ام تي او، نون فيسل اونر، نون فيسل اوبريتور، مالتي مودال ترانسبورتيشن اوبريتور. الناس دي شركات شحن ايجنتس، هم ما عندهمش سفن، ممكن يكون عندهم حاويات وممكن ما يبقاش عندهم حاويات. الناس دي بقت زي سمسار، هو اللي بيربط وبينسق العملية ما بين كل الكاريرز بتاعة أوساط الشحن المختلفة. يبقى هما النوعين دول زي ما قلنا، فيسل اونر مالتي مودال ترانسبورتيشن اوبريتور، نون فيسل اونر مالتي مودال ترانسبورتيشن اوبريتور. طيب النون فيسل اونر دول هل هم نوع واحد؟ لا، اكتر من نوع. النوع الاول وهو شركه بتمتلك احد وسائل النقل،
يعني عنده حاويات زي الـ MVOCC أو عنده ترقات، فيبقى هو شركة نقل بري، أو بيخدم خطوط السكك الحديدية، عنده سيرفيس بتاعة خطوط السكك الحديدية، فهو عنده وسيلة من وسائل النقل، وبالتالي بيعمل أوت سورسنج للباقيين. النوع الثاني بقى وهو لا يمتلك أي نوع من وسائل النقل، لا عنده ترقات ولا عنده حاويات ولا عنده سيرفيس الخطوط السكك الحديدية، ولكن هي شركة شحن بتقدم خدمات الشحن، التخليص، الفريت فوروردنج وهكذا، وبينسق وبيعمل اوت سورسنج من الباطن مع كل الكاريرز دول. في نوع كمان جد بقى مؤخرا، شركة ما عندهاش اي حاجة من الحاجات دي، ما بتقدمش تخليص، ما بتقدمش شحن، هي كل دورها ان هي اصبحت بروكر للمالتي مودال ترانسبورتيشن، هي اللي بتنسق مع كل الاطراف من الخارج بدون ما يبقى عندها اي خدمات داخل الشركة. ايه هي عيوب النقل متعدد الوسائط؟ العيوب بتتلخص في الآتي: رقم واحد، مش كل الدول بتسمح بالمرور السهل على حدودها، مش كل الدول ما بينها اتفاقات أو معاهدات تجارية أو معاهدات أو اتفاقات للنقل، وبالتالي مش سهل التحرك ما بين كل الدول أو من كل الدول. أوقات البضاعة لو جاية من بلد منشأ معينة أو منقولة أو عبرت عن طريق بلد معينة ممكن تترفض تخش في البلد دي حسب الاتفاقيات وحسب قرارات البلد دي. إذن المرور مش سهل في كل الدول، مش سهل ان انا اعمل مالتي مودال ترانسبورتيشن ما بين كل الدول. رقم 2، ان اختلاف اوسطه الشحن، المرور عن طريق البحر والبر والسكك الحديديه، التعدد ده ممكن زي ما هو بيوفر في الوقت، زي ما برضو ان انا عندي نسبه التاخر ممكن تكون كبيرة، لان لو انا هشحن بالبحر بس فانا عندي نسبة التأخر واحدة هو في السفينة، انما انا دلوقتي هشحن عن طريق تريلا او ترك، وبعد كده هو سفينة، وبعد كده قطار، اذا ممكن اي واحدة منهم تتأخر، يبقى انا عندي نسبة التأخر ممكن تكون اكبر من واحدة. ولأهمية النقل متعدد الوسائط، اصبحت اغلب الدول المتطورة دلوقتي بتعمل طرق وإجراءات لتسهيل عملية النقل متعدد الوسائط، سواء عن طريق حدودها البرية، حدودها الجوية، حدودها البحرية، وأصبحت بتعمل محطات للترانزيت، أصبحت بتفتح حدودها للحاويات الترانزيت، أصبحت بتعمل إجراءات جمركية، يعني مثلا بعض الدول بتعمل حاجة اسمها بيان جمركي from row to row، يعني البيان من بلد لبلد تالتة من غير ما تدخل البضاعة للدولة، لأن عرفوا قيمة النقل متعدد الوسائط، أصبح بيغذي السبلاي تشين، أصبح شيء ضروري جدا دلوقتي أن خطوط الملاحية بعد ما كانت في الأول بتقدم نقل بحري فقط، أصبح دلوقتي مهم جدا الموضوع بتاع النقل متعدد الوسائط، علشان لو ما قدموش الخدمات المتكاملة دي العميل هيفضل ان هو يروح لخط ملاحي تاني بيقدم له الخدمة من الباب للباب. يبقى انا بطور في خدماتي، اصبح دلوقتي الخطوط الملاحية والحكومات بتعمل مواني جافة، محطات حاويات، ان انت يقرب الحاويات من السبلايرز، ان هو يقرب الحاويات للمدن البعيدة اللي ما بتطلش على البحار او المحيطات، ان هو بدأ يطور شبكات السكك الحديدية، ان هو بدأ يطور طرق اللي ما بين المدن، الطرق البرية او الحدود البرية والمواني البرية، اصبح دلوقتي عندنا مواني جافة، اصبح عندنا مواني برية، اصبح عندنا محطات حاويات، اصبح عندنا مطارات متطورة بتخدم او بتسهل عمليات النقل متعدد الوسائط. وبكده نكون قلنا في ملخص اهم الحاجات المتعلقة بالنقل متعدد الوسائط. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا ريت كل واحد اتفرج على الفيديو للاخر. اطلب منكم تاني فضلا وليس امرا، تعملوا سبسكرايب للقناة،
تعملوا لايك وكومنت وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.